هو العمده فين؟ العمده راح مشوار وراه مشاوير، هيجي على الغدا. انا اللي هطبخ بايدي. اعمل لك بط فيومي ملوش زي. سامح كان بيحب البط قوي. معلش، هو انتي ما وراكيش شغل؟ لا، ما انا زمايلي بيمدولي بقى. اصل الشغل هنا عندنا يا باشمهندس مش مقطع بعضه زي عندكم. وبعدين يعني بيشغلوا ماكينه النم كده ويقعدوا يجيبوا في سيره خلق الله. معقوله؟ الله، هو انت مش موظف حكومي ولا ايه يا هندسه؟ لا والله ما حصلليش الشرف. انا كنت شغال في شركه قطاع خاص. الاقي عندكم قهوه؟ طبعا بتشربها ساده. عرفت منين؟ ده سامح كان بيحب القهوه الساده قوي. اولا لا، سي تري شيك ان نيو كولكشن. بس خايفه التنفيذ ما يجيش زي الرسومات. انت بتقولي ايه بس؟ انت بتشتغلي على الكرو عشان يطلع اللي في خيالك، وبصراحه عجبني قوي انك معاهم ستيب باي ستيب. ده اكل عيش، الواحد لازم يبقى عينه في وسط راسه. انا بفكر اعمل لهم مكافاه. البنت من دول برضو تحب تحس كده ان واحد بيقول لها شكرا. انت بتستاذني؟ طبعا وفورا. يا صافية 100 مرة أقول لك أنت شريكتي، مش بتشتغلي عندي. يا ستي العين ما تعلاش عن الحاجب، نستأذن برضه. سيبك بقى من العين والحاجب والكلام ده. عايزة أقول لك إن اسمك بقى في أوروبا زي الطبل. ده خطة السيلز اختلفت وبقت 100%. صافية، أنا عايزة أقول لك على حاجة. أنا عرفت إن أنت رفضتي عرض كبير قوي. وبصراحة مش عارفة أقول لك إيه، يعني ده بيقول إن أنت بنت أصيلة بجد. ميرسي قوي ليكي. مدام هلا، لو ما عملتش كده ابقى واحده واطيه وما استحقش اي جميله عملتيها فيا. عيب ما تقوليش كده، غيري بقى الموضوع. بس يا ستي، انا عندي ليكي مفاجاه. هنحضر سوا الجيبسي فاشن فيستيفال في باريس. لا ما تقوليش اللي قلتيلي عليه. طبعا، بس انا ما عنديش باسبور. باسبور ايه ده؟ حاجه سهله جدا، مفيش مشكله، طلع لك باسبور. يلا بينا، سيبك بقى عشان اتاخرت على الديفيلي. في واحد بره بيقول ان هو جوز مدام صافيه. ايه؟ جوزها؟ مارلين بور، إيجين فول، تونسية، بيرا فوند. وما فيش حد مصري. إيه ده؟ هي كل الجنسيات شبه بعض ولا إيه؟ إيش بدي أعمل؟ جوزيف. ايه جوزيف، كيفك؟ صفا؟ الحمد لله. ليك ناطرتك في المكتب، بدي اياك بموضوع. بس تيجي بقول لك بشرفك ما تتاخر. بس تيجي بقول لك باي. نعم، عايزه؟ لا 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 لا، ايه الوباهة والفخامة والعلاقة والفخفخة دي؟ انت صفاء مراتي؟ لا انت لابسة اول اللي انت عماله وبتنفخ وبتنفخ. اخلص، عايز ايه؟ انا شفت صورتك عند الواد كرياتين الحلاوة، انا بحلى ما صدقتش نفسي، قلت يا دي صفية؟ البنت اللي هناها قالت لي يا دي مش هي، قلت لها لا هي، انا ما تقولش عن صفاء مراتي حبيبتي ابدا. وطلعت إشاعة في الرابع إن أنتي هجيتي وسافرت ورحت الخليج. سافرت؟ يلا صفصف. خلص، عشان الدرايفر واقف بره وعندي ديفيلي مهم. الفرايفر والفرافير. مين دي يا جدعان اللي بتتكلم؟ وأنتي يعني أنتي صفاء بنت الحداد؟ أنت صفاء مراتي؟ أنا مش مصدق نفسي يا جدعان. أنا يا ربي يا طلعت صفية، غيرت بنتي حاجة تانية خالص. بس يعني كنت أفتكر جوزك حبيبي. سعدون حبيب القلب يا بنت. بس يلا يلا عادي، مش مشكلة. على العموم صفاء، أنا سبت الرابع خلاص، وإن شاء الله بإذن الله أبطل ضرب وأجي هنا بقى معاكي هنا كده، أشتغل معاك أي حاجة إن شاء الله، يعني مرمطور، وألبس برضو حتة كده زفرة بدلية شيك كده هتليق بجوزي الهانم. ونلم الشم بقى صادف حبيبتي، نلم الشمله صفصف حبيبتي بقى كده، ونرجع لبعدين. يا روح قلبي جوزك حبيبك، يا مراتي، يا روح قلبي. خلصت؟ خلصت.
انت ما تعرفش ان انا خلعك من زمان ولا سامع ايه؟ لا حلوه. فاكراني هسيبك؟ هتاخديني لحمة صفرا وترميني عظم. لحم مين وعظم مين يا نص راجل؟ انت صدقت نفسك ولا ايه؟ وطي صوتك، انت مش في رابع الهجر هنا. رابع الهجر ده اللي عملك ولا نسيت يا صفية؟ ها؟ بقول لك ايه؟ بالاصول كده وبالتراضي انا المفروض ليا نص في كل النعمة اللي انت فيها دي. بص يا حلو انت، انا مش صفية بتاعت زمان. ها؟ تليفون صغير مني تختفي، بس انا برضو هعمل بأصلي ولو انك ما تستاهلش. هعمل بأصلك ولو انك ما تستاهلش. بقيت خلق كنز كده. تيات مضيني على كمبيالة ولا هي مش ماضي على حاجة؟ اخرس. شيك بـ 100,000 جنيه. ما شوفش وشك في الشارع كله. شيك بـ 100؟ طب بقول لك ايه، مدام شيك بقى وبتاع والكلام من ده، هتخليهم ربع أرنب. افتح كشك صغير كده استرزق منه، ولو ان كنوز الدنيا كلها ما تعوضنيش عنك يا صفصف. كشك بربع مليون؟ ده كشك ايه؟ سجاير ده ولا حاجة تانية؟ أمال يعني كشك السلوكس؟ كشك السجاير يا صفية. مش عاجبك؟ اتفضل، وأنا أثق فيك تاني لما تمضي يا حبيبي على وصل أمانة. هنا كان آخر لقاء بيني وبين سامح. كان واقف زيك كده بالظبط. سند ضهره على الشجرة دي ولابس بدلته الميري. كان فارس. حبيبتي ممكن افهم انتي قلقانه ليه؟ احنا فرحنا اخر خميس في الشهر ده ان شاء الله. طب يعني احنا قدامنا اقل من اسبوعين، وبعدين انا عايزه في الفيوم كلها تتكلم عنها. انتي تأموري طبعا. هو انت مش وعدتني انك تحلق شنبه كده؟ لا بقول لك ايه، كله الا شنبه ما ينفعش. طب من ربي يدقني كده شويه، هتبقى جميله قوي. ازاي يا حبيبتي؟ انا شرطه، ما ينفعش دقني دي خالص. هو مش في اجازه هاني مون؟ ايوه طبعا في. خلاص يبقى سيب بقى دقنك فيها. دي بسيطه، بس شنبي لا. ماشي. يلا بقى، يلا عشان عندي مأمورية. أنا عايزة أفهم، هو أنت مستعجل على إيه؟ يا حبيبتي بقول لك مستنيني، عندي مأمورية، ما ينفعش كده. يلا بقى، باي باي. سامح. نعم. أنت وحشتني. وأنت كمان. يلا بقى أشوفك على خير. سلام. ماشي. واليوم ننعي شهداء الواجب الوطني الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطننا الحبيب مصر. البطل المقدم محمد محمود حسان، الشهيد البطل النقيب طارق عبد الله رمضان، الشهيد البطل النقيب سامح محمود الباسل، لا اله الا الله، الشهيد البطل عريف سيد عادل الملا، سامح يا بابا سامح، الشهيد البطل جندي مجند خالد ابراهيم السلام، الشهيد البطل جندي مجند محمود احمد السيد. أنا كنت عارفة إنك أنت هترجع. أنا قلت لهم أصلاً إن أنت ما متش وإن أنت عايش وإن أنت هترجع وهنعمل زفة وهنعمل فرح وهنعمل كل اللي بنحلم بيه. طب أنت عارف؟ أنا ماما امبارح جات لي في الحلم وقالت لي هيرجع عريسك يا رضوى وهتتجوزوا وهتعملي كل حاجة. أنا كنت عارفة إنك هترجع. تعالى نروح نقول لبابا. تعالى نقول لبابا. إيه دي بس عشان نعرف نتكلم. نتكلم جوه، نتكلم جوه، هنقول لبابا. إيه دي بس عشان نعرف نتكلم. يا بابا. يا ستي إيه دي؟ العمدة. أنا كنت لسه جاية أدور عليكم. يا بابا افرح يا بابا، سامح خلاص رجع وخد أجازة وهنتجوز ونحضر كل حاجة. إحنا عندنا بس ناقصنا شوية دعوات والأسطوان يا بابا، أسطوان، وأنت وعدتني إن أنت هتذبح ذبايح كتير، وشهر العسل هنلم شهر العسل فين؟ هنعمل شهر العسل فين؟ يا عمدة أنا هحكي لك على كل حاجة. يا فوية. نعم يا عمدة. طلعي ستك اوضتي. حاضر. لا مش هطلع على فوقي انا، مش هطلع على فوقي. بس بقى سيبوني بقى، مش عايزه افضل مع سامح، خليني مع سامح. يا سامح. لا حبيبتي. ايه ده، ايه ده اللي عليك؟ حبيبتي يا بنتي تعالي. ايدك معايا يا باشمهندس، روح اكلم الدكتور. حاضر يا حبيبتي. لا حول ولا قوة الا بالله. ها سابع ولا ضابع؟ سابع يا ريس. بس انا مش هطلع من العندليب تاني، تعبني معاه، دماغه ناشفه.
ايه اتخانقتوا سوا انتوا الاثنين ولا ايه؟ لا رئيسة ما اتخانقناش ولا حاجة، بس انا مشيت العملية زي ما اتفقنا ومشيتها بدماغي، عشان كده مشيت مش بدماغ الزفر. هو كان عايز يريح في المشوار، مش فاهم دماغه فيها ايه. قلت له لا عندنا ميعاد تسليم يابا ومفيش وقت للحط، عشان كده العملية هديت وزعل مش فاهم ليه. كويس انك عملت كده ومشيت اللي انا قلت لك عليه. اسمعوني منك لو هتطلعوا على النوري تجيبوا الشوق منه، وبعدين لما ترجعوا بقى ليه حساب معاك ومعاه. وانت بس ايه اللي رجعك يا ابني؟ قلبت علينا المواجع. والله يا عمدة انا كان لازم ارجع عشان اشوف حقي وحق اختي في ارض ابويا، بس بصراحة ما كنتش اعرف ان حالتها وصلت للدرجة دي. يعني هي من ساعة ما سمعت خبر الشهيد وبتجيلها الحالة دي على فترات كده، وديناها لأعظم دكاترة النفسية في مصر، فيهم اللي قال مع الوقت هتخف، ومنهم اللي قال لو حبت حد تاني واتجوزت وهتخف. اه من حق. أنا كنت قلت لك إن أرضك مش هتنباع، مش كده؟ كده يا عم. وأنا استغربت ردك بصراحة. أنا محتاج أبيع الأرض عشان ظروفي. والله يا ابني ما قصدت حاجة وحشة. أنا بس مش عايز حد يخش بنتنا، وعايز أرض الباسل تفضل للباسل. وبعدين أنا ليا حق الشفعة. يعني أنا اللي أشتريها. وماله يا عمد؟ أنا ما عنديش مشكلة. شوف تمن الأرض كام ونتمم البيع على بركة الله. أيوة بس أنا عندي عرض كويس ليك. عرض إيه يا عمد؟ أنا هكتب لك نص أرضي. أنا ليا 100 فدان. هكتب لك نصهم. ده غير الخمس فدادين بتوعكو. معلش يا عمد أنت هتكتب لي 50 فدان بمناسبة إيه؟ بأي مناسبة. هبة. محبة. أي حاجة. مش غيرش بالك. بس انا ليا طلب. خير يا عمد. تتجوز رضوى بنت عمك. هي مهندسه زيك يعني برضه. متجوزها ازاي؟ انا متجوز اصلا. متجوز؟ طب ومراتك فين؟ موجوده. طب وماله؟ يعني انت اتجوز رضوى بس ما تقولهاش انك متجوز، وما تقولش لمراتك الاولانيه. لا معلش يا عمد. أنا بحب مراتي وما ينفعش أتجوز عليها. طيب يبقى مفيش أرض هتنباع لا ليا ولا لغيري. استنى بقى لما أنا أموت ربنا يديك طولة العمر. جرايا يا عمدة، هو ناوي دراعه ولا إيه؟ ماشي. ننسى بقى القرابة اللي بينا وبيننا قانون ومحاكم. وعلى فكرة من غير سلام كمان. محاكم إيه؟ والله ما أنت فاهم حاجة. حلها من عندك يا رب. حلها من عندك يا رب. جوزيف بتعرف مين هايدي اللي بالصورة؟ لا دكتورة، هايدي ما منا معروفة، ما عدت علي قبل هيك. عشان هيك دقيت لك. صحفي شاطر وعندك ميديا هاوس، بتعرف ناس في التلفزيون في الإعلام. بدي تنشر لي هايدي الصورة على أوسع نطاق وتنزل إعلان اللي بيتعرف على هايدي اللي بالصورة له جايزة كبيرة ويتواصل عن خلالك. ما تعتلهم، أتعابك محفوظة. خلال 48 ساعة بتكون موجودة على وسائل الإعلام والسوشيال ميديا. فإذا اتفقنا. وهودي وهودي تحت الحساب. أوكي، فيك تطمني قلبك. جوزيف بدي سرعة. تمام، ما تعتلهم. أرزو. أوكي. يا سامح! يا سامح! يا سامح استناني! يا سامح! سترك يا رب! يا حبيبي استنى، انت رايح فين؟ يا سامح! استنى يا عريس، رايح فين؟ في يا رضوى؟ انت رايح فين؟ احنا عندنا فرح وعندنا حاجات كتير لازم نخلصها، وبعدين انا مش عايزة لا زفة ولا هيصة ولا عايزة أي حاجة، أنا عايزاك أنت يا حبيبي، يلا عشان أقدر أنا وأنت. يلا إيه بس؟ أنت حافية أصلاً. لأ! أنا نفس الشوز السنداني اللي أنت جبته لي في الخطوبة. بعدين يلا، احنا مش عايزين حد من المعازيم ياخد باله، مش عايزه دوشه. يلا استني بس، استني، فين شنطتك؟ ما احنا مش هينفع نسافر من غير شنطتك، وبعدين العربيه اللي هتاخدنا اصلا ركنه هناك، فتعالي نرجع نجيب شنطتك ونمشي. ماشي، بس ما حدش يعرف احنا رايحين فين. حاضر يا ستي، ما حدش هيعرف. يلا بقى. طب استنى. في ايه؟ شيلني انت، وعدين انك هتشيلني. نعم شيلني. حاضر.
عرفت يا بنتي. ازيك يا ريسة؟ ليك وحشة والله. والله وانت كمان. ازيك يا تامر؟ عامل ايه؟ وازاي ابوك؟ يافت. انا سامع ان انتوا فتحتوا على الاخر، بسم الله ما شاء الله، شغالين مع غجر الشام ومن ورايا، مظبوط الكلام ده؟ ما انت اللي اديتنا السكة برضه يا ريسة. ايوه يا اخويا، علمتكم الشحاتة سبقتونا على الباب. انت برضه الخير والبركة يا ريسة. القصد انا جاي لك في موضوع مهم. مش دي صورة ياسمينة برضه؟ هي جبتها منين؟ انت وقول لي شفتها فين؟ بس هي كده هتنام للصبح، وانا هكتب لها على دواء تاني دلوقتي تاخده. دكتور، هي الحاله دي ما لهاش اي علاقه. والله هو هياخد شويه وقت، لان عندها حاله نفسيه. لما شافتك اتوحدت معاك، شافت صوره الشهيد فيك، علشان كده هتاخد شويه وقت. وانا بعد اذنكم لازم اشوفها بعد يومين. وصل الدكتور. اتفضل. شكرا يا دكتور. امرك فضل. لا حول ولا قوه الا بالله. الصبر من عندك يا رب. ناوي على ايه يا عم؟ برضه ايه؟ فلوس ايه يا ابني؟ ولا فلوس الدنيا كلها تسوي رمية بنتي الحيلة الرمية دي. شوف انت عايز كام؟ وانا هديك اللي انت عايزه، وانا بنزل مصر كل اسبوع مرة. تمام يا عم. ادعي لبنت عمك يا باشمهندس. ربنا يشفيها ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. ألف سلام. كان لك فين يا بنتي؟ كان لك فين يا حبيبتي؟ قريت مقدمة البحث يا حكيم؟ يا سلام! هايلة! على فكرة المشهد بتاعك هيطير بيها من الفرح. ده غزال لو كان عالم بحق. لا ده عبقري وليه اكتر من 20 كتاب. بس برضه يقولك ما كنتش هعرف اوصل لموضوع الرساله. قوانين الغجر في مصر وعلاقتها بالعرف الغجري على مر التاريخ. بس انت مهتم ليه بموضوع الجنيزه؟ غزال اوعى يا غزال تجيب سيرة لحد المخلوق على وجه الأرض، خصوصا في الكلية. غزال بحذرك، بحذرك لو عرفت انك انت نقضت العهد. لا لا مش هنقض العهد. استني حاضر هحلف. انت شفتها بعينيك دي؟ ايوه طبعا يا ريس. كانت معزومه امبارح على العشاء مع شاب لبناني كده، بس واد ايه مش عايز اقول لك، شكله مريش كده قوي وابن ناس. المهم انا شفت الوشم اللي على كتفها، قمت رحت لها. وطبعا انا مش تايه عن ياسمين، ياما جت لنا قبل كده وجابت المبلول، وكانت بنت كوديانا يافت على حق. بس كانت لابسه لبس غريب كده وعامله زي نجوم السيما. حسيت انها تايهه ومش مركزه، والواد حسيت انه هيتغاب عليا. طبعا الكلام ده كان امبارح وانا في بيروت. عايز اقول لك ان انا اليومين دول عندي شويه شغل في بيروت كده، فبسافر كل اسبوعين. الغريبه بقى في الموضوع ان انا قاعد في الفندق بشرب فنجان القهوه، عيني وقعت على الصوره اللي في المجال. بيني وبينك ما كدبتش خبر، خدتها وطلعت على الرجاله بتوع ورش الذهب اللي هنا، وهم اللي اكدوا لي ان شاكي في محله وان هي فعلا ياسمين الهنجرانيه. ده انت عملت فيا معروف، ما عندكش فكره انت عملت فيا ايه.
أنا رجعت روحي تاني بجسمي. أنت مسافر إمتى تاني لبنان؟ كمان أسبوعين يا ريس. لا أبوس إيدك، أنت بكرة تطلع على لبنان تحط رجلك في الطيارة. يا ريسة مش هينفع، عندي شغل. أنا ممكن أديهم العنوان. لا عنوان إيه؟ ده أنت بكرة رجلك في الطيارة ومعاك الزافر. من عناية يا ريس، عشان خاطرك أنت بس. وسيبه هو يتصرف في الباقي، ما تشيلش هم. حاضر يا ريسة، عناية الاثنين، عشان خاطرك أنت بس. هيفتك بالحيل إن شاء الله، اللي أنت عاوزه كله من عيني دي وعيني دي. إيه اللي أنت كاتبه ده؟ مذهل يا دكتور مش كده؟ عك. أنا طالب بحث لرسالة دكتوراه، مش قصة أطفال تتحكي ليهم قبل النوم. أنت رسالة الماجستير بتاعتي كانت في إيه؟ كانت على عرف الاجتماع وتأثيره على قوانين الأسرة في الخمسين سنة الأخيرة. طب ما هو ده يا غزال موضوع مهم جدا وأنا فاكره. بصي أنت ممكن تستفادي بالورق ده. إزاي يا دكتور؟ تروح لأي واحد بتاع مقلة بيبيع لب وسوداني يعملوا قراطيس. يا دكتور أنا كاتبة مقدمة عامة، وبعدين أنا كاتبة عن العرف الغجري وإزاي تحول إلى قوانين بتحكم مجتمع مغلق، وبعدين دي تكملة واستمرار لرسالة الماجستير. أنت بتشتغلي إيه؟ ليه السؤال ده يا دكتور؟ أصل أنت يعني مش معيدة عندنا، بتدرسي من بره، والمسألة دي هتكلفك فلوس كتيرة قوي. أنت أكيد معاك فلوس كتيرة قوي مش كده؟ اعتبرني معايا فلوس يا دكتور. حياتك طلباتك إيه؟ شوف يا غزال أنا هخدمك. انت جيلي شقتي الساعة 9 بالليل عشان نعمل البحث مع بعض. حدائق الأهرام، المقطم، فيصل، شبرا، فيصل، شقة فيصل. العنوان اهو. الشقة تحت العمارة في محل كشري. الدور التاسع. الساعة 9 بالليل. ماشي يا دكتور. المشرف رفض السمري بتاع الرسالة يا حكيم، وقال لي دي حواديت أطفال واتمهزق بيا. هو قرأ كويس يا غزال؟ هو فر الورق بسرعة كده. لا بس خلص، يبقى ما قراش كويس. اسمع يا غزال، لو الناس هنا ما فهمتش وعرفت إنك أنت بتقدمي أهم رسالة في العالم، بلاش. روح اعمليها في جامعات امريكا او انجلترا. هو طلب مني اروح له البيت بالليل، هروح له بقى واشوف اخرتها معاه ايه. بس انت بقالك فتره ما بتقومش من قدام الورق ده. غزال انت مالك ومال اللي في ايدي؟ عشرة مناخيرك دايما في كل حاجه عندي، مش فاهمها. يعني انت ايه؟ ايه غزال؟ تديش ايدك في حد تانيك. مش يمكن اللي بتبحث فيه ده يفيدني في الرسالة؟ بصي انا بحذرك انك تتدخلي فيما لا يعنيك يا غزال، ولو حصل مرة تاني مش هتدخلك هنا تاني. ايه رايك؟ لا لا خلاص مش هتدخل، هتلمستك برضو يعني. بصي يا غزال، كل حاجة بأوان. روحيله يا غزال، روحيله يا غزال، انت محمية. حاضر حكيم، عالم وينفس. سلام. سلام. ايوه 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 جاي. ايوه لحظه. ايوه ايوه مساء الخير يا دكتور. خش خش بسرعه، خش. مساء الجمال. ايوه كده ايوه كده. الحلاوه دي كلها كانت مستخبيه فين؟ كانت عند الحلواني. بقول لك يا غزال، هاتي ايدك، هاتي ايدك، تعالي. مالك يا دكتور فيك ايه؟ تعالي معايا. اقول لك بس تعالي 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 لحظه بس، تعالي اقعدي معايا. تعالي بس حاطط اسانس ايه؟
اسف يا دكتور، والله ريحه وحشه قوي. انا هتاخدي بس معايا اشربي كاس بس كاس. ما بشربش انا يا دكتور. ايه ده؟ اشربش انا. وبعدين احنا جايين نشتغل على البحث ولا نعمل ايه؟ انا مش فاهمه. لا لا لا، بصي هقول لك على حاجه، مفيش باحثه تاخد دكتوراه لما تشرب ان شاء الله حتى بقك. ما بشربش انا يا دكتور قلت لك. بقول لك ايه؟ اقلعي. ايه؟ قلعي انت بتقول ايه؟ اقلعي الجزمه، اقلعي الجزمه عشان تبقى حرارتك خفيفه، لو جرينا في الشقه تعرفي تعصبي ليه. جرينا؟ بقول لك يا دكتور، انا من ساعه ما جيت كده مش شايفه ولا عيله، هو فين المدام والاولاد وكده؟ شش، سربتهم. جبت لهم فيلا فيها جنينه وفيها بسين يعيشوا حياتهم، وانا جبت كام شقه ليا كده اعملهم مكاتب والمزاج الخاص. مزاجك الخاص. يلا صدق ما يبانش عليك انك شقي كده، يعني اللي يشوفك في الجامعه وانت بتهزقني وبتمسح بجرامتي الارض ما يقولش انك فتح الجرسونيره دي للشقاوه، ما يقولش انك مسخره كده يا راجل. يا مسخره. انا مسخره صح؟ شفت البيجامه عامله ازاي؟ الحته مسطره دي يا دكتور ولا ايه؟ ماشي خليكي، انا هجيب لك كاس واجي لك. ثانيه واحده. خدي غزاله سوهاجي. يلا بق كده بق واحد. يا عم انا ما بشربش، بقول لك تعالى نشتغل على البحث الاول وبعدين نتشقى زي ما انت عايز. البحث بتاعك خلص. خلص ازاي يعني؟ انا لما حسيت ان انت هتجيلي قلت انك كده، قمت انا كاتب على البحث درجات نهائيه ونجحت وخلاص. الف مبروك. مبروك يعني؟ انا اللي كاتباها ما كانش هري وارتسي تبيع فيها لب وزداني في المقله زي ما انت كنت بتقول. مين الحمار اللي قال كده؟ انت. ده احسن بحث علمي قانوني انا قريته من 10 سنين. يلا بقول لك ايه؟ ما يلا بقى، يلا نرقص مع بعض. نرقص، انت ترقصي وانا ارقص. ترقصي معايا؟ لا لا ماليش في الرقص انا دكتور. بص انت ارقص وانا هسقف لك، ايه رايك؟ طب ماشي ماشي، بس سقفي جامد عشان اعيش معاكي. اه سقفي جامد. ايه المعصلجة قوي؟ الصحاب وغدر الصحاب. يا سلام يا دكتور، عظيم عظيم والله عظيم. كويس ان لحقتك. على فكره انا كلمتك كذا مره وتليفونك مقفول. تليفون؟ تليفون ايه بقى؟ دشيته في الحيطه نزل 80 حته. ليه كده؟ هيكون ليه يا رؤوف؟ الصداع الازلي اللي ملازمني في حياتي، مراتي يا سيدي. عملت ايه المره دي؟ حدوته طويله بقى، مش هينفع احكي لك دلوقتي. بقول لك ايه؟ ما تيجي نروح نقعد في اي حته هاديه كده ندردش شويه مع بعض. انا محتاج حد اتكلم مع رؤوف. والله يا سمير ومين سمعك؟ ده انا عايش في فيلم رعب، والله لو شفته في السينما كنت شتمت اللي الفه. طب يلا بينا. يلا. والله يا سمير انا دماغي بقت عامله زي الموتور ما بتبطلش ذنب. انا بقى اللي دماغي مش عارفه تهضم اصلا اللي انت قلتهولي. يعني ايه؟ يعني ايه تهرب على لبنان علشان تروح كندا انت ومراتك؟ تقوم المافيا خطفاك ويستخدموك، ترجع على هنا يقوم الغجر خطفينك تهرب منهم تاني، تروح تبيع ارضك، تقوم بنت العمده تشبط فيك على اساس ان انت جوزها الشهيد. هو في ايه يا روفة؟ انا مش فاهم حاجه. انا قلت لك انا عايش في فيلم انت ما صدقتش. بعدين بيني وبينك منظر رضوى وهي لابسه فستان الفرح وبتجري حافيه كده في الطين بتصعبط عليا قوي. انا مش قادر انسى المنظر ده يا سمير. وما اتجوزتهاش ليه يا عبيط؟ كنت اتجوزها مؤقتا كده ولفت لك 50 فدان، عارف سعرهم دلوقتي هيبقى قد ايه؟ انت بتهزر يا سمير. يا ابني المشاكل اللي انا فيها وانا ناقص، وبعدين انا بحب مراتي ولا يمكن اتجوز عليها. جواز ايه يا ابو جواز؟ هو ايه ده اللي انت قاعد مع واحده في اوضه واحده ومش عارف تيجي جنبها ولا تلمسها ولا تدخل عليها حتى علشان عادات الهنجرانيه الزفت دي؟
هو في كده في الدنيا؟ سيبك انت، هما النسوان اصلا لعنه. لعنه؟ ده مين اللي بيقول كده ان شاء الله؟ اللي كان هيقطع شرايينه عشان حب حياته اللي من ايام الجامعه وعمل اللي عشان اهلها يرضوا على الجوازه؟ الكلام ده كان زمان، كان زمان عروفه. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، مفيش راجل في الدنيا بينجح في كل حاجه في حياته، وانا بصراحه فشلت ان انا افهم الستات. عملت كل حاجه في الدنيا علشان ارضيها انها ترضى، مفيش فايده يا صاحبي. صح. طب بقول لك ايه يا سمير؟ ها؟ مفكرتش يعني مفكرتش ان جايز انت السبب؟ جايز انا السبب؟ جايز جدا، ليه لا؟ بس انا عايز افكرك بحاجه بقى، ومش انا بس اللي بقولها، كل رجاله مصر. الست المصريه اشطر ست في الكره الارضيه، تخلق جو عكننا في البيت. أوه. دي مش شادي انا لوحدي عشان تبقى فاهم. ايوه ايوه. بقول لك ايه؟ مش عشان انت حبيبي مش عارف تظبط امورك مع مراتك تقعد تقول لي بقى الستات المصريه والكلام الكليشيهات اللي بيتقال في كل حته. الست المصريه زي الفل، امي وامك، انت بس اعرف تتعامل معاها ازاي. فين يا اخويا امي وامك؟ هات لي امي وامك وابقى فرحان. بقول لك ايه؟ عندك حته نبات فيها ولا هنبيت لنا في اي ركن هنا؟ في يا عم انت مش هتروح بيتكم ولا ايه؟ اروح فين يا مجنون؟ اروح لمصنع العكننه؟ عايز تروح روح انت. لا يا سيدي تعالى، ما انا قاعد لوحدي كده كده. فين؟ في شقتك القديمه؟ اه طبعا، هو في غيرها؟ الله عليك يا روف. سكت. يلا بينا. يلا عشان انا تعبان وعايز انام. يلا بينا يا اخويا. وانت ليه زعلان كل هالقد؟ واحده فقد الذاكره وانا عم ساعد فيها حتى تتعرف على اهلك، هيدا بدل ما تشكرني عم تقوم علي القيامه؟ طوني كلامك هيدا ما بيقطع معي. فاروق ما بدك الهالقد. من حقك تقولي لي انك رح تعملي هيك؟ وانت ليه اصلا تعملي هيك من غير ما تقولي لي؟ وانا من حقي دافع عن حبيبي. هيدي البنت المصريه طول ما هي موجوده في بيتك حياتنا بخطر. صحيح عم نحضر لعرسنا بس حاسه منك معي مكان تاني، منك طوني اللي حبيته. لك هيدي بدها شيء معجزه، الطب عجز عنا. لو سمحتي ممكن اتكلم في اللي يخصني؟ ميرسي قوي يا دكتوره لورا اللي انت عملتيه، بس كان المفروض ان انت تعملي كده من زمان، من اول ما جيت. انا تعبت من كتر ما كنت باخد ادويه وزهقت من حياتي. تخيلوا بني ادم ما عندوش لا ماضي ولا هويه ولا ذكريات، كل الناس شبه بعض، محدش يعرفه ولا هو يعرف حد. تخيلوا الاحساس ده قد ايه قاتل. بشكرك مرة تانية، بس يا ترى بقى قدرتي توصلي للي يعرفني؟ هيدا جوزيف. ايه جوزيف؟ عندك شي خبرية؟ اوكي، قول له ناطرتهم في المكتب. ارفض. عن اذنكم. شوفي لورا. هيدا حد جاي من مصر عم يقول انه بيعرفها من أهلها.